السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. معاكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. أشرب بكم ويا ميت مرحبا. اليوم احنا عندنا ما هي العلامات الموسيقية وأشكالها، والحقيقة كثير من الأخوان يسألون ما هي العلامات وهي روند بلانش كيف تكون. راح أعطيكم هي وعدد الضربات واللي موجودة في فيديو اللي شرحنا به عن الوزن الموسيقي، عدد الضربات في البار. فراح أشرح لكم كم ضربة وشكل العلامة واسمها، وأيضا أشرح لكم عدد الريش بآلة العود. فلا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا وممكن تجدد، وهذه المحاضرات انت تقدر تجدد طبعا براحتك، كل ما تاخذ مقامات اكثر وتاخذ اطوار اكثر وتاخذ انغام اكثر وتاخذ اغاني اكثر حسب تطورك، وتقدر تتصل عن رقم الواتساب الموجود اسفل الفيديو. خلينا نروح الى الصبورة، ولا تنسون اللي يحب يشترك بالدورات موجود رقم الواتساب اسفل الفيديو. نروح هسه اخواني، احنا عندنا هذا العلامات الموسيقية وأشكالها وقيمها الزمنية مع الريشة. أول علامة عندنا الروند، هذا الروند اللي هو دائري ويكون 4 ضربات ويكون 16 ريشة. اثنين عندنا بلانش ويكون عصر، يكون 2 ضربة ويكون 8 ريشة، هنا يكون 8 ريشة. 3 راح يكون عندنا النوار، طبعا النوار النوار ويكون عندنا 1 ضربة ويكون عندنا 4 ريش أو ريشة. 5 يكون عندنا الكروش، هذا الكروش ويكون عندنا نصف ضربة ويكون هنا عندنا ريشة، وهنا يكون عندنا سادسا دبل كروش. طبعا يكون دبل كروش نفس الكروش بس يكون خطين، ويكون هنا 1/4 ضربة ويكون عندنا ريشة واحدة. وهنا سابعا هنا دبل كروش قلنا تريبل كروش، وهنا يكون عندنا طبعا تريبل كروش يكون عندنا 3 ويكون نص على 1/4 ضربة، هنا يكون نص ضربة ريشة. نريد نحفظ ذني، واكو موجود بعد الثامنة كوار تريبل كروش ايضا بعدها، لكن نريد نعرف احنا الروند اللي هو هذا شكله، ويكون 4 ضربات باليد ويكون 16 ريشة بآلة العود من تتمرن به على النوتة الموسيقية. البلانش يكون 2 ضربات ويكون 8 ريش، النوار يكون 1 ضربة ويكون 4 ريش، الكروش يكون نصف ضربة ويكون طبعا عدد الضربات هذا يفيدك بالنوتة الموسيقية اذا تريد تدون بالبار اللي اتفقنا عليه من خلال الوزن. اذا تريد تدون تكتب، اذا تريد تكتب قطعة موسيقية، لكن هاي عدد الريش هاي تفيدك بالتمرين اللي تريد تتمرن على الريشة. يعني منشوف هذه العلامة تتمرن ريشة 16 وهكذا حسب التسلسل الموجود عندكم. اتمنى انه فدتكم، واهلا وسهلا بكم مرة اخرى، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية يقدر يتصل على رقم الواتساب. واهلا وسهلا بكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.